ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ، هذا الأستاذ العظيم الذي حثنا القرآن الكريم على التعلم منه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، وغيرها من الآيات. لقد كان في قصصهم عبرة. النظر في قصص السابقين نستنتج منه الدروس والمعاني فتتحول إلى قوانين نفهم منها أسباب النصر ونفهم منها أسباب الهزيمة، فنتجنب أسباب الهزيمة ونتمسك بأسباب النصر، فننتصر كما انتصر المنتصرون من قبل، ونبتعد عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الدول والجماعات والأمم. وقد حرصت وأنا أختار هذه الدروس أن يكون فيها تنويع، فمنها حديث عن سقوط بعض الدول العظيمة. حدثتكم عن سقوط الأندلس، حدثتكم عن سقوط الخلافة العباسية في بغداد، واخترت منها كذلك الحديث عن ثورات. حدثتكم عن المقاومة المسلحة للاحتلال الأسباني عندما سيطروا على أسبانيا، فكان المورسيكيين المسلمين الذين عاشوا في الأندلس بعد سقوط الأندلس كيف واجهوا محاولات طمس الهوية وإلغاء الدين، وكيف ثاروا وحققوا ثورة عظيمة تسمى ثورة جبال البشرات. حدثتكم عن هذه الثورة وكيف انتصرت وكيف انهزمت. واليوم حديثنا مستمر حول ثورة الحسين عليه السلام. ثورة الحسين نوع آخر من الثورات، هي ليست ثورة بسبب أن هناك احتلال أو أن هناك ظلم شخصي وقع على الحسين، حاشا، هي ثورة لأجل الأمة، هي ثورة لأجل المبادئ، ثورة لأجل الدين، هكذا ثار الحسين. حدثتكم كيف أنه في حكم معاوية كان الأمر مستقر والكل قد بايع بما فيهم الحسين، لكن عند الأيام الأخيرة من حكم معاوية رضي الله عنه حاول معاوية أن يروج للبيعة لابنه يزيد، فطاوعه معظم الناس، لكن 4 من الكبار رفضوا: الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس. ولذلك أنا قلت لكم وأكرر، هذه ليست قضية سنة وشيعة، هؤلاء 4 كلهم ثاروا لأن هناك مبدأ من مبادئ الإسلام قد انتقص، مبدأ الشورى، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. كيف يفرض على الأمة مرشح واحد؟ كيف يفرض على الأمة أن لابد أن تبايعوا هذا الشخص؟ ما عاد الأمر شورى بين الناس، وهذا انتقاص لجزء من الدين، ألغي جزء من الدين، فكان لابد لهؤلاء العلماء أن يقفوا موقفا صارما لحماية هذا الدين. هذا أصل الموضوع، هذا أصل القضية. واستطاع معاوية أن يكسب بيعة معظم الناس، لكنه كان قلقا تجاه هؤلاء 4، أرسل إلى واليه في المدينة أن يضغط عليهم أن يبايعوا، لكن كلهم رفضوا، واستمر الأمر إلى وفاة معاوية رضي الله عنه. ماذا حدث بعد وفاة معاوية لهؤلاء 4 الكبار؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع علمني التاريخ. نحن نتحدث عن ثورة الحسين بن علي رضي الله عنه عليه السلام. تحدثنا كيف أنه لما مات معاوية رضي الله عنه كان قد فرض على الأمة يزيد بن معاوية مرشح واحد، بايعته معظم الأمة ترغيبا وترهيبا، لكن 4 الكبار لم يبايعوا. فلما وصلت الأخبار بموت معاوية واستقرار الحكم ليزيد، هنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رغم أنهما يرون أن هذا التصرف غير صحيح وأنه يجب أن لا يستمر، لكن ما البديل؟ البديل هو فتنة وثورة ودماء، فخشوا على الأمة من التمزق ومن الدماء، فقرروا أن يؤثروا السلامة، فبايع عبد الله بن عباس
وبايع عبد الله بن عمر، وبقي اثنان فقط، عبد الله بن الزبير بن العوام والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن الزبير طبعا كان يرى أن الحسين أحق منه بالخلافة، فمرة أخرى هي ليست قضية شيعة وسنة، هي قضية من الأولى بالخلافة، من الذي المرشح الأفضل للأمة، الأعلم والأقدر والأكفأ من؟ فكان عبد الله بن الزبير يرى أن الحسين أحق منه بالخلافة، فلذلك لم يرشح نفسه وأيد ترشيح الحسين ولم يبايع. عبد الله بن الزبير لم يبايع، لكنه كان يرى في نفس الوقت أن من الناحية السياسية وليس من الناحية الشرعية أو المبدئية، من الناحية السياسية أن أهل العراق الذين يعني سيذهب إليهم الحسين لا يوثق بهم، هم الذين دعوا علي بن أبي طالب عليه السلام من قبل ولم يقوموا معه بل ثاروا عليه في النهاية وخرجوا عليه، وتشكلت ثورة تسمى بالخوارج أدت في النهاية إلى مقتل علي من أهل العراق. فكان يرى أن الاعتماد على أهل العراق في الثورة سياسيا ليس بأمر سليم، ولذلك هو لم يخرج إلى العراق لأنه يرى سياسيا أن هذا الأمر خطأ، وكان يفضل أن الحسين يبقى في الحجاز أو يذهب إلى اليمن. لكن الحسين رضي الله عنه بمجرد وفاة معاوية سارع زعماء الكوفة بالذات، اللي كان طبعا الكوفة عاصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان فيها أنصار علي رضي الله عنه، فزعماء الكوفة سارعوا بالكتابة إلى الحسين عليه السلام وطلبوا منه السير إليهم على وجه السرعة، تعال إلينا ونحن سنقوم معك، نحن لم نبايع ولن نبايع غيرك. فكان هذا الذي حرك الحسين نحو التحرك نحو العراق. طبعا هناك مجموعة من الأسباب الحقيقة التي أدت إلى خروج الحسين عليه السلام رضي الله عنه. أولا طبعا هي إرادة الله عز وجل، وأن قدره سيكون، وإن أجمع الناس كلهم على رد هذا القدر فسينفذه الله سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا لقضائه سبحانه وتعالى. لكن من الأسباب الدنيوية التي ذكرناها، أولا عدم التزام معاوية بشرط الحسن في الصلح. أنا ذكرت لكم أن الحسن ابن علي رضي الله عنهما لما بايع معاوية من أجل الصلح بين المسلمين وتوحيد الأمة اشترط شرطا، ونص الشرط كالتالي في ضمن الصلح: بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. إذا ما في تعيين، وطبعا حتى الحسن لم يعين، وإنما كان واضح أن المرشح الرئيسي الحسن رضي الله عنه، لكن كما ذكرت لكم قد مات قبل وفاة الحسين وفاة معاوية، فبقي الأمر فارغا. الأمر الثالث الذي جعل الحسين يثور أن الحسين عليه السلام رأى في محاولة معاوية توريث الحكم من بعده لابنه يزيد مخالفة واضحة لمنهج الإسلام في الحكم وفي الشورى، ومع ذلك فإنه ما خرج على معاوية، طبعا لأنه مبايع لمعاوية بالخلافة، فظل على عهده والتزامه، لم يخن عهدا ولم ينقض بيعة، وهذا شأن المسلم. فحسين والحسن قد بايعا ولم يخونا العهد ولم ينقضا ولم يعترضا على بيعة معاوية ما دام حيا. لكن بعد وفاة معاوية تغير الموقف، فالحسن لم يعد في الحسين لم يعد في عنقه بيعة توجب عليه السمع والطاعة. طبعا يدل على ذلك لما حاول والي المدينة الوليد بن عتبة أخذ البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، خرج من مكة ولم يبايعا ولم يستطع أن يجبرهما على أخذ البيعة منهما. فالحسين موقفه كان واضح جدا، موقف الحسين وفتواه هو ضد الحكم الوراثي، ضد الحكم بالتعيين، ضد الحكم الأموي. ومرت مر اعتراضها بمرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة عدم البيع ليزيد، في البداية لم يخرج، أعلن أنه لن يبايع يزيد وأن هذا خروج على منهج الإسلام، وغادر المدينة رغم ضغط الوليد بن عتبة واليها عليه ليبايع، لم يبايع ولم يبقى في المدينة وذهب إلى مكة. في هذه المرحلة كان الحسين عليه السلام قد أسس موقفه السياسي من حكم يزيد بناء على نظرة شرعية لحكم بني أمية، فهو يرى عدم جواز البيعة ليزيد لسببين: أولا على الصعيد الشخصي أن يزيد لا يصلح خليفة للمسلمين،
نظرا لانعدام توفر شرط العدالة به فيه وشرط الكفاءة. هناك في المسلمين من هو أعلم وأكفى بدرجات من الحسين، فكيف يرشح أكفى وأفضل من يزيد؟ فكيف يرشح يزيد؟ فهذا الأمر الأول. فالأمر الأول أن يزيد شخصيا لا يصلح. الأمر الثاني أن الحسين وغير الحسين